اهلا بكم متابعين فاستفير. رجعنا لكم في لقاء جديد. اللقاء ديالنا اليوم غنتناولوا فيه موضوع جد مهم وكيخص فئه مهمه من المجتمع المغربي، هي فئه الاطفال المتخلى عنهم. غندويو على الواقع ديال التشتت الاسري على نفسيات هذه الفئه هذه. وباش نناقشوا هذا الموضوع معنا المحلل النفسي محمد البغدادي. اهلا بك سي محمد. شكرا على الاستضافه الاخت شيماء. سي محمد، كنعرفوا بان المغرب في فئه كبيره من الاطفال المتخلى عنهم، هذه الفئه هذه كتعاني، فانت كمحلل نفساني ويعني قريب من هذه الفئه هذه، كتشوف بان الوضعيه كيفاش دايره، الوضعيه اللي كيعيشوا هاد الاطفال. فولد انا التفكك الاسري عنده واحد الواقع اللي هو سلبي على التركيبه النفسيه ديال الطفل، بحيث في هذاك الوقت اللي يعني خصها تكون علاقه مستقره باش الطفل يكون واحد الاستقرار العاطفي او بما يسمى بالذكاء العاطفي، وحتى الاستقرار النفسي وجميع الخوف، لان العلاقه ديال الطفل مع الام ديالو تتخليه باش يكون محمي، هذيك المناعه النفسيه تتكون في هذيك العلاقه، تتكون مع في هذيك السنتين، مهمه هذيك السنتين حتى نحسوها بحنا غير تكون فيها يعني ما هو يعني جميع الاطمئنانيه ديال الطفل. يعني كتقول بان النفسيه ديال الطفل ياك مهمه بالضبط وكتاثر بزاف البيئة اللي كيعيش في هذاك الطفل. إلا علاش في هذيك العلاقة اللي تكون فيها الطمئنانية والاستقرار العاطفي، الطفل تيكون محمي، يعني مستقبلا محمي باش يمكن يواجه أي مشكل يعني في الحياة. فاحنا شفنا الأطفال المتخلى عنهم مثلا، هذوك لي بيبي اللي تيكونوا يعني ما خداوش كمية اللازمة ديال الحنان وديال الاستقرار العاطفي، تيكونوا فراجيليزي، يعني حساسين بزاف، ومن بعد اش يوقع لهم؟ تيبداو يمرضوا امراض مثلا حسيه عضويه، يعني تيسوماتيزي الكزيما الحبوب، تيضعفوا ما تيبقوش ياكلوا. يعني ممكن ان هذاك المشكل ياثر لهم على الصحه ديالهم الجسديه ايضا، ماشي غير النفسيه. حيت لو بيبي تيكون باقي ما تيتكلمش، فالجسم الجسدي هو اللي تيعبر عن طريق يعني سوماتيزاسيون، يعني ذوك الامراض اللي هي جسديه نفسيه. مثلا يضعف، يبدا يضعف بزاف، ما ياكلش، يجي اكتئاب، تيبدي يبكي بزاف مثلا، وتيبدي يخاف، ما تبقاش عنده الثقه. ومن بعد ملي تيكبر عاوتاني تيولي مثلا ما تيبقاش يمشي للمدرسه، او ما متبعش نهائيا، عدم التركيز، تيبدي يهرب مثلا. من بعد يقدر تكون شخصيه غير متوازنه، وتيدخل في انحرافات، في بزاف ديال المسائل، يعني تيولي الطفل مهجور، وبلي ذلك تيولي حتى هو يعني تيولي حتى هو تيهجر، يعني بحال شي واحد اللي هجرناه، وتيولي في حد ذاته حتى هو تيهجر المجتمع. وممكن انه حتى يولي يمارس يعني يدير ممارسات اللي بحال فيها انتقام من هذاك المجتمع، لان تيولي هو في حد ذاته ما يعني فاقد شيء لا يعطيه. كيفاش هو غنطلبوا منه يكون حنين او يعطي الحنان وهو ما خداش هو الكميه اللي خصها تكون ديال الحنان؟ فلهذا حتى هو غيولي عنده اضطرابات في السلوك، يقدر يدخل لانحراف، يقدر يكون توحد، يقدر يكون انفصام شخصي، يعني كاين بزاف الاعراض اللي تقدر تجي باغ لو سيتي، يعني مورا المراهقه. فيعني ملي تيكون صغير يقدر يكون في عنده التبول، يقدر يكون مثلا تيبكي، عنده توحد، هو غادي يعني في التطور ديالو، حيت هو يعني هو في سائر النمو، يعني جالس يكبر. ولكن باش يمكن ليه يكبر وتكون واحد الصحه النفسيه جيده، خصها تكون علاقة مستقرة ودائمة. احنا شفنا مثلا، نعطيك واحد المثال، في لالة حسنة كنا درنا كنا خدمنا مع الشركة ديال فرنسا، خدمنا مع الأطفال اللي عندهم نقص في الحنان، كارونس افيكتيف. هل تيكون نقص في الحنان، يعني سكون ابيل كارونس افيكتيف، تيخصنا نعوضوها بلي كالوري افيكتيف.
مشينا القنصلة ديال فرنسا، قلنا لهم عطينا واحد لا ليست ديال النساء اللي عندهم رجال وتم دي ديبلومات في كازا، عطاونا اون ليست، مشينا دقينا عليهم باش يديروا البينيفول عمل تطوعي، جبناهم لالا حسنة عطيناهم 20 طفل، كل مرة عطيناها طفل. وقلنا لها شوفي الله يخليك غادي تجي كل نهار، يعني فوق ديال 4 زوالا، يعني فوق ديال الكوتي، يعني تبركي مع داك الطيف تيجي معك دانون وغيكون الولد هذا غيبقى عندك ديما انت غادي تشوفي، والله يخليك ما تكونش قاطعه ما تكونش ابسونس، وثقي بيه في الاخر كاين اللي يعني ادوبتا ولي زونفو والدراري دوك الاعراض اللي كان عندهم ديال الاكتئاب وبداو كانوا يضعفوا وكانوا يبكيو وكذا ولاو تياكلوا، كاع العلامات بدات تتمشي باش بهذيك العلاقه اللي فيها الحنان، يعني فيها ذات جوده وعلاقه مستمره. بل اكثر من ذلك وصلت بانه شي وحدين قلتي تبناو هذوك الاطفال. وي عندنا امراه اسبانيه خصنا غير نسهلوا المساطر ديال لادوبسيون، حيت باقي عندنا شويه صعب المساطر ديال لادوبسيون. وصراحه سمحي لي حتى داكشي ديال الكفاله ولا عائله الاستقبال مشكل تيديروا قاطعه. مره كيمشي كل ما كانت قاطعه ان هذوك الاطفال تدور يعني وتيرجع كاين نقص يعني ريغريسيون تيرجعوا تتبان اعراض عاوتاني كبيره كبر وني كبيره بزاف وصعيبه بزاف واشد خطوره. فملي كنديو حنايا ملي كنمشيو للتبني فهنا التبني كنا نكونوا مسؤولين عنه كون كانت مؤسسات الرعايه الاجتماعيه انها كتقوم بالوظيفه ديالها. واش كتشوف ان مؤسسات الرعايه الاجتماعيه في المغرب فشلات في الدور ديالها بالاحتضان ديال هذوك الاطفال؟ المشكل ديال الرعايه الاجتماعيه بانه ان الطفل هو محتاج للحنان، هذا هو المشكل كاع اللي وقع، يعني عنده نقص في الحنان، كاين نقص في العلاقه مع مع مع, مع الابوين، فبالتالي ولا عندنا مشكل ديال الاكل والشرب، يعني صراحه عوض ما نعطيو لي فيتامينات الحنان ولات مشكل ديال الاكل، رجعناهم اتكاليين ولو معولين على المؤسسه، الوغ هما يا خصهم يكونوا ياخذوا خصنا نكونوهم واحد الصحه النفسيه تكون جيده باش يمكن لهم يكونوا مستقلين. يعني كيهملوا الشق النفسي ديال الاطفال اللي هو الاهم. هو غابر زعما صراحه مع كل اسف ان يعني بحال نقول الجانب النفسي مهمول هوايا، لانه بالنسبه للجمعيات ومع كل اسف الجمعيات اللي ملي تجي جمعيه اخرى تتبدل البرنامج ما تيكونش تنسيق بعضياته، ما تيكملوش البرنامج اللي كان ديال الجمعيه اللي كانت، اي جمعيه تجي تدير برنامج ديالها جديد، هذا هو المشكل، تتولي قاطعه في البرامج. هنا تيوقع ماشي قاطعه حتى في النمو، كاين وقوف يعني ديال النمو ديال الطفل. استمراريه في هذوك البرامج. ما كايناش استمراريه في النمو ديال الطفل ولا حتى في البرامج، ما كاينش تنسيق. وهنا الطفل هذا تيولي اتكالي، تيولي يعول بزاف على المؤسسه، وبالتالي ما تيكون كاينه استقلاليه ذاتيه وما كاينش انماء شخصي، يعني الطفل تيبان لك بانه بالنسبه ليه الرعايه الاجتماعيه هو الحل الوحيد، وبالتالي ما غيمشيش مع ديك المؤسسه. وما كنفكروش الرعايه الاجتماعيه ممكن ندوي على مؤسسه الرعايه الاجتماعيه، فهي كتهتم بالطفل في حدود هذيك المده اللي غيبقى وسطها، ما كتفكرش يعني ما بعد هذيك المده اللي كيقضي فيها. ما كايناش رؤيه مستقبليه، هذا هو المشكل اللي عند الجمعيات، فهما كاين كاع اللي تيسيس تسييس زعما باش نشرحوا تسييس هاد المهام، تتولي يعني ان يعني نقولوا بان الانتيغي او يعني الهدف اللي هو اسمى اللي هو خصو يكون هو الطفل ما تيبقاش، تتولي الاهداف ديال الجمعيه عندها اهداف ديالها باش تبقى يعني تبقى في التسيير ديال الرعايه وتدخل تفكر غير في الهدف بان خصها تبقى، ان الطفل تيغبر ما تيبقاش هو الهدف ديال الجمعيات، وبالتالي تتولي قاطعه في البرامج في كل شيء، وصراحه اللي تيكون ضحيه هو الطفل. هو الطفل. وفي نفس الوقت كنشوفوا بان كي ملي كندويو على طفل متخلى عنه فكنحملوا المسؤوليه كامله للام ديالو، هذه في حاله الاطفال المتخلى عنهم اللي اضطر ماشي نقولوش اضطروا وانما تخلاو عليهم الامهات ديالهم لان الاب ما بغاش يعترف به او لا، هذه الحالات كاينه كثيره في المغرب وغادا تنامي. فبالنسبه ليك واش كتشوف بان المسؤوليه كتوقع فقط على عاتق الام وانه الاب ما مسؤولش على هذاك الطفل من بعد الولاده ديالو؟ لا صراحه
حنا تنحطوا كل شيء على الام، الام هي ضحيه خصنا ندعموها نفسانيا. يعني الشباب الامهات العازبات اللي يعني عندهم اكتئاب وتيعيشوا واحد السكوت واحد الصمت رهيب، فما تيعبروش، وسيرتو المسكوت عنه او اللي هو ما تيدقاش تيرجع لينا باحباط بتانيب. يعني تنانبوا انا المجتمع تيشوفهم بواحد الطريقه زعما مؤلمه زعما صراحه ما تيتضامنش معاهم بحيث هما الضحيه، فخصنا ندعموهم بزاف، وخص اي واحد خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، لان هذا الوليد هذا راه ما طاحش من السما، طاح عن طريق يعني علاقه ما بين الام وما بين الاب، وبالتالي خص الاب يعني هنا خص الدوله تكون حريصه على هذه المساله. ولا ذكر الدوله في المدونه ديال الاسره ملي كنجيو على المسؤوليه فكنلقاو بان المسؤوليه كتحمل حتى كتحملها الام، اما الاب كيكون ما ملزمش بشي حاجه. صحيح، ما بصراحه انا تيبان لي بانه اي حاجه خصها تسير العصر ديالها، اي حاجه لا المدونه ولا القوانين خصها تسير العصر، خصها تكون شي حاجه في تطور يعني دائم. يعني ما يمكنناش احنا في 2023 وعندنا مساطير وعندنا قوانين اللي هي قديمه، ما يمكنش. الان كاين تغيرات تعيشها بلادنا لا على المستوى المجتمع ديالنا والطبقات، خاصة في المجال الحقوقي، في المجال الحقوقي يعني، وأخص بأن الدولة ديالنا راها يعني داخلة بزاف ديال الشراكة مع الدول مع العالم كامل، فأي اتفاق أي يعني أي قانون تلقى بأن المملكة المغربية يعني ماضية عليه، يعني داخلة في شريكة في هذا. تبقى مسألة ديال التطبيق، خصنا نحرصوا باش نطبقوا أي حاجة اللي المغرب مشارك فيها. كاين مشكل ديال التطبيق، يعني تنظن بان جميع القوانين المغرب مسين عليها، جميع اتفاقيات كثيره ولكن التطبيق ماضي عليها او داخل فيها، تيبقى مساله ديال التطبيق، خصنا نطبقوها باش يكون عندنا مجتمع سليم وتكون الصحه النفسيه كاينه. والمرأة خصنا نعتنيو بالمرأة، لأن المرأة راه مهمة بالنسبة للمجتمع، وهاد الأمهات العازبات يعني نصف المجتمع وهي اللي كتولد النصف الآخر. يا شي خصنا ندعموها نفسانيا، خصنا نأهلوها، خصهم يقراو، وخص الجواز مثلا نعطيك واحد المثل، خصنا نمنعو الزواج ديال القصيرات، نمنعوه، راه الزواج ماشي ديبلوم، يعني باش تكون الأم ولا هذيك البنت يعني مستقله ماديا خصها تقرا، وخصنا نعرفوا بان الزواج راه ماشي هو يعني ديبلوم، الزواج هو باش الانسان يكون مرحله من مراحل ديال الحياه، ولكن خصنا نمنعوا منعا كليا الزواج ديال القصيرات. والمهم هو خصنا نطبقوا القوانين، حيت تيبان لي المغرب عنده بزاف القوانين ولا تطبق. زعما صراحه تنظن وجوبونس حتى هادشي اللي جابيه الوزير ديال العدل، صراحه قوانين يعني مقترحات جريئه زعما صراحه ومزيانه غدا في هاد يعني انت مع الصراحه هادشي اللي جابيه وزير العدل، القرارات اللي دوالها اللي جابيه وزير العدل، زعما صراحه تنأيد، زعما انا من الناس اللي تنأيد الاقتراحات الجريئه ديال وزير العدل، وخصها تطبق حيت غتحل لنا بزاف ديال المشاكل زعما بصراحه. شكرا بزاف سي محمد، على امل اننا نتلاقاوك في لقاء جديد ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا لنهايه لقائنا، على امل اننا نتلاقاوكم في لقاء جديد، موضوع جديد وضيف جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.